عمل فينا خوف لا يعلم فيه والله. الله الله من ريحة بنتي بجنبي أمي بنتي وعطاها مشان يطلع من الجرم أعطاها القداحة قال يلا خذ هاي القداحة احرق حالك بتولع شفت ما قدامها وهي بتولع كان بيجي عليها هو وأبوه بهددوها ديري بالك تشتكي عليه ديري بالك تشتكي عليه أخوك وحداني وبنذبح أخوك الوحيد الوحيد وأبوه كان بسمع صوت بنتي وهي بتنضرب وما بحكي ولا أي شيء احنا بنكون نايمين ويضربنا يصحينا بده يضرب خلص بده يضرب يضربنا هيك شفت الخنجر بايده وايده كلها دم حط لي اياه هون قال اذا بتطلع نفس واحد قال خلص بقتلك بحللك وازدتك عند امك احنا ما بنرتاح انا واخواني اذا الا لما ينعدم بس تعامل عليك سفاح ولا بطيق ولا بحب بعد اللي عمله طل بابل كان يهددنا انه يشتري فرد ويقتلنا اذا قال طلقتك انا ما بفتكتك وكانت متحمليتهم حمل ما بعلم فيه لرب العالمين